دردشة صدن منكم ولكم. إخوة العروبة، أهل المروة، يا من كنتم أبناء الأمس وأصبحتم آباء اليوم، لقد وهبنا الله الحياة لنسعد بها ولنسعد نحن أيضا من حولنا بها. وكما كان هناك من يسهرون على راحتنا، أتى اليوم الذي يفرض علينا أن نعتني بمن هم في حاجة ليد العون. ومن هم في أمس الحاجة إلى محبتنا واهتمامنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا؟ هؤلاء الذين بذلوا النفس والنفيس والجهد والعرق في نفس راضية كي يحققوا لنا حياة كريمة. إخوتي في الوطن العربي الحبيب، إنه يوم يجب فيه أن نلبي النداء، نداء الإنسانية والرحمة،